شهدت العاصمة البحرينية المنامة تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف من البحرينيين غالبيتهم من الشيعة للمطالبة بإنصافهم في المواقع الحكومية وإعطائهم مساحة أكبر من الحريات. وأظهرت صور حية على مدونة على الإنترنت متظاهرين يحملون لافتات تندد بما سموها الدكتاتورية وتطالب بالإفراج عن المحتجزين في تظاهرات سابقة مطالبة بالديمقراطية. وكانت السلطات البحرينية قدمت تنازلات سياسية لكنها لم تكن كافية بحسب المعارضة الشيعية التي تطالب بإعطاء الغالبية الشيعية في البلاد عددا من المواقع الحساسة كرئاسة الحكومة.